همشي مفسر لكم. Let's do this. Knowledge عطاير coming up. السلام عليكم يا ابطال، امين مراد معاكم، وانتم تتفرجوا في الحلقه الخامسه من نولج عطاير. الحكايه بدات مع الوالده اللي وين تبطى في الكوجينه وتبدا تصنف في ملذ وطاب وخاصه الحوت. وبعد ما تاكلش معنا ونجي نسالها ونقولها شبيك، تقول لي الريحه ضربتني في المخ متاعي، ما عادش نجم ناكل حتى شيء، خلينا من بعد تو ناكل على راحتي. وصديقي البطل سبوت اللي نوجه له تحيه من الفيديو هذا ونقول له راني نستنى في الفيديو اللي صورناه مع بعضنا، ان شاء الله تكون حاجه مزيانه. وين ما نمشي حداه وخاصه نتفكر ايامات الريفيزيون ايامات الفاك، وين نمشي حداه تضربني ريحه الشوكولاته ونقول له ما بان هالريحه هذه صح عليكم. يقول لي خيط انا عايف هالريحه، نقعد نبهن فيه ونقول شبيه. هذا اللي خلاني نتسائل على الموضوع وشنو وراه، وهل فما تفسير علمي او نفسي للحكايه هذه. قلت نبحث في الموضوع ونشوف شنو الاسباب والعوامل لمثل الحالات هذه. مش بعيد برشا انتشرت دراسة في جان في 2019 قاموا بها باختبار باش يشوفوا مدى تأثير الريحة على اختياراتنا في الماكلة، والحقيقة النتيجة كانت صادمة ومضحكة في نفس الوقت، وتأكد لي ردة الفعل اللي شفتها. اللي اكتشفوه كي حطوا عينات في بلاصة فيها ريحة هيلثي ومش هيلثي، عموما الحاجات فيها أكثر دهون وأقل دهون، مثل الكوكيز في مقارنة بالفريز والبيتزا في مقارنة بالتفاح. اللي لاحظوه بعد فختين أو أكثر العينات ما عادش عندها كالرغبة الكبيرة باش ياكلوا من الحاجات المش هيلثي، واللي كانت تدغدغلهم في خشوماتهم وتعطيهم في الرغبة الكبيرة باش ياكلوا من الحاجات هذه، وهذا خلاهم ياكلوا أقل سعرات حرارية بعد ما استمتعوا بالريحة البنينة. السبب يرجع لحاجة تتسمى Cross Model Sensory Compensation، التعويض الحسي عبر وسائط، إن شاء الله تكون الترجمة صحيحة. الريحة اللي بينا هذه تبعث متعة في شكل مكافأة للريورد باثوي اللي موجودة في الدماغ متاعنا، وتتكون من عدة أجزاء، واللي ديما تبحث على المتعة هذه، وهذا سبب من أسباب الإدمان على المخدرات، وفي الحالة متاعنا الإدمان على الريحة اللي بينا متاع الحاجات المش هيلثي. نفس الإحساس كي تعطش ومن بعد تعمل كل كاس الماء ويكون كل مكافأة للجسم متاعك وتحس بكل إحساس الجميل. ونفس الحكاية في الأحلام. تعمل يا بطل كي تجي هادي ما فسروش الأحلام في الشان متاعنا. باهي مش لازم نفسروها، هو نفس الإحساس اللي يبعث للدماغ متاعك ومن بعد باش يبعث للجسم متاعك إنه خذا ما يستحقه من الحكاية هيكي، ويمكن ما عادش يستحق لها برشا كما كان يطلب قبل. العلماء مازالوا حيرين كيفاش باش يطبقوا الحكايه هذه في ارض الواقع. يجوا نشوفوا بطريقه عمليه كيفاش نستغلوا الحكايه هذه لصالحنا. انا الحقيقه خممت برشا وقلت نحل ريستوران سميه نحافة في يومين للابطال، نعجعجها بريحه البيتزا ونسربي سلايت وسكالوب.